صورنا شي تصويره وداخل حبابك صورنا شي تصويره باش ندخلو ما ندخلوش مسلمين اليوم ولاد حي متثقل عندي بزاف كيف تحت لكم وانا نفتح لكم وتكون شكون بغيتو تكونوا وكنطلبوا الله ما يخرجش واحد النداء ديالي. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا كساكنة هذا الحي ديال ضرب بارود النواحي وهم ساكنة هذا كان قرار ديال الساكنة كاملين هبطوا باش يوصلوا الصوت ديالهم الجهات المعنية، وخصوصا أننا قمنا بمراسلة ديال الجهات الخامس لا من الوالي ولا من الباشا ولا من كذا، وللأسف ما تجاوبوش معنا ما اتصلوا بنا ما عيطوا لنا ما حتى حاجة. حنا زعما مستغربين، حنا في واحد 2020 22 وكنتمناو زعما كانت السلطة غير تعيط لنا تفهم المشكل ديالنا. حنا كنعانيو الأمرين من الإغلاق من هذا السبب ديال هاد الحواجز، يعني المرور الثالث والولو الثالث للحي ما كاينش، كنبغيو نطلعوا عند العائلة ديالنا عند الوالدين ديالنا ناس كبارين مراتين ما كنقدروش، ومشكل اخر مبغينا شي تنطرقوا له مرارا وتكرارا. واحد السيده مسكينه بسبب هذا الاغلاق هذا والتاخر ديال سيارات الاسعاف، يعني قمنا بالنقل ديالها يعني عشوائيا، الدراري تكلفوا تطوعوا كانوا وصلوها تنسوق برا توفات، والطبيب كان قالنا بان السبب ديال الوفاه ديالها ان وقع يعني الروتر. لهذا الساكنه ما طالبه والو، الساكنه طالبه ان هاد لي بارير ما يبقاوش ولا يعملوا لهم واحد اتجاه معين اللي غادي يمكن يدوزوا منه. كاين واحد اتجاه راه هو رافينا راه هو غير مغلق، وصراحه الله ماشي شي مطلب كبير اللي الساكنه كطلبوا، مطلب عادي جدا جدا. زعما كنتمنى صوت ذات الساكنه يوصل باش يتجاوبوا معنا ويعطيونا هاد الحق هذا اللي هو عادي ومريضنا ما عنده باس. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اخاي، الله يرحم الوالدين. حنا راه الحمد لله الساكنه هاد الحي راه فاقت ما بقاتش نعسه، ناضت من هاد النعسه اللي كانوا منعسين هاد الناس هادو، حتى نوضنا جبنا عندنا واحد الحاجز خصنا نبداو نقصوا عليه باش ندخلوا للحي ديالنا. رجعنا عندنا مشكل عاقق، ما عندناش كيفاش ندخلوا، للحي ديالنا. الحي ديالنا تغلق ما بقاش عندك كيفاش تدخل ليلو، كيدخلوا ليلو الاجانب، هادشي عندنا مصور متسق، الاجانب كيطلعوا بدون ثقل بدون مرض، كيطلعوا كينزلوا بعطيتهم. انا هو بسياره اجره قال لي ما تدخلش لا واش معاك الاجانب، قلت له معايا مسلمين خلي ممنوع ما تدخلش، ما بغينا خلينش ندخل تيكونوا معاك الاجانب. وبلاكه اللي مكتوبه عندنا في الراس السوق برا راه مكتوبه فيها سكان قاطنين بالمدينه المرخصين، حنا ما عندناش رخصه، ما عطاوناش رخصه، بقينا مسيبين، كنجيو لهنا كنبقاو مسيبين. تبقى ترغب انت ما كيشوف فيك حتى واحد، ما كيديها فيك حتى واحد، الله يرحم والديك والو، كنعانيو من المرض. مدينه قديمه راه كامله عقابي، وراه انتم عاد طلعوا عاد تشوفوا مدينه قديمه، حنا راه ساكنين في قاع الدنيا، وهاد الناس من جاو عملوا هاد الباركي بحال اللي جبروا غابه كاينه هنا وشدوا عليها. راه حنا كاين انسان ساكنين هنايا بانفوس بزاف ساكنين هنايا، مسجد عيد الاضحى غتنزل الحاولي وطلع كتجروا من هنا حتى للراس، هاد الحاولي غتوصلوا مهرس، غتوصل كرشو مطرطقه، علاش الحاولي كيعنتت؟ وحنايا كنطلبوا من هاد الناس هادو اللي جاو وفكروا يعملوا باركي في هاد الحي هذا، راه هذا حي فهموا الناس كانوا خصهم يستشروا معاهم، جاو عملوا باركي تبعوا وشرا هادشي بالليل، هذا اسرع باركي تعدل في الحياه. سيمانه كان باركي مزفت كاميرا طالعين صافي دغيا، جا التراكس بالليل في الصباح، جا التراكس خدام في الليل صبحت باركي قاطينين. وعاد حنا كان عندنا باركي هنايا هذه مده ما نعرفش شحال من سنين، كان كيحرس الحارس من الحومه ديالنا كيحرس هنايا، كنخلصوا 100 درهم في الشهر. دابا جاو عملوا لنا لابولمو كنخلصوا 25000 في الشهر، وهاد لابولمو والو باركي معري كما كنا فيه، ما غطاوه ما والو، باقي باركي معري. حنا هاد باركي سيدي الله يزيدو مربح على ربح، حنا كتشكاوهم حاجه وحده، حنا ضرينا في الحي ديالنا، جبتي شكاره الطحين طلع لنا النوز الحومه قطع له الطبيب كريفو المد كريفو النص كبير كيمشي يسقي، بحال اللي قالوا لكم جميع الناس اللي معانا هنايا نص كبير كيمشي يسقي الماء، واش اخر عايش يجيب 30 لتر ديال الماء ينزل هنايا ويهزها، يا اخر عايش يجيب تقن واحده، يا اخر كيكون عامل صدقه كيعكز على هذا الشيء يجيب انا هذه المدينه، باش عاد طلعها؟ كتعاود لنا خصك تخدم جوج دبياخيت، جبتي سوزوكي ب 100 درهم من هنا وطلع موتور ب 5000 من هنا، انت شاري شكاره طحين ب 7000 فرنك كتقام عليك بحال اللي ما تجيبيها من فرنسا مع 10. تابعونا معنا فلاشين وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.